open up. I sold my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran do that shit. شكرا للزميل هشام الخلصي، شكرا لضيفيك الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات تي بي ان سبورتس اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في مباريات الجولة الثالثة من منافسات الكالتشيو. يوفنتوس يحل ضيفا في الانيو تارديني، الملعب الذي خسر فيه آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين بهدف مقابل لا شيء الموسم الذي هبط فيه بارما وتم تهبيطه بعد ذلك إلى الدرجة الرابعة في إيطاليا، لكنه نجح في أن يحقق رقما كبيرا في كرة القدم الإيطالية، وأصبح الفريق الأول في تاريخ الكرة الإيطالية يصعد من الدرجة الرابعة ويعود إلى سيريا آ في ظرف 3 سنوات فقط. اليوم يعود إلى مواجهة الكبار، مستم هو مع الحارس لويجي سيبي، ايضا اللاعب المعار الاخر، كره في منطقه الجزاء الراسيه في اللقطه الماضيه، هدف مبكر جدا، ماريو سوبر يسجل في الدقيقه الثانيه ويعطي التقدم مبكرا جدا. يوفنتوس يصنع الفارق في اللقطه الماضيه، وماريو مانجوكيتش دائما في الموعد في المكان المناسب، ما خاب الظن دائما في هذا الرجل. هذه الكرة الماضية والخطأ من ياكوبوني، وصلت أمام ماريو مانجوكيتش، وبعد ذلك الكرة في شباك الويجس في أرضية التارديني التي كانت دائما صعبة عصية، لكن الوضع في اللقطة الماضية يوفي وصلت إلى كريستيانو على مشارف المنطقة، يلعبها في الجهة اليسرى بليز ماتودي، عرضية في منطقنا لاختياراتي، ولو أن كما ذكرت جماهير يوفنتوس بعضها لدي جدا، وصلت إلى ماريو مانجوكيتش، عرضية في منطقة الجزاء سهلة إلى ماريو مانجوكيتش، ألكساندرو عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد ياتي ميريا أدون يلعب الكرة في منتصف في ملعب المباراة أمامية، وصلت إلى بيجة المباراة منذ الدقيقة الثانية، كرة بمحاولة وتسديدة، إبعاد للقطة أماكنهم على مستوى التغطية في اللقطة الماضية، والكرة بعد ذلك طارت جيرمينيو يتقدم يمر يتوغل راح يلعب وينفذ الركلة الركنية القادمة لمصلحة أصحاب الدار، والكرة إبعاد تعود من جد، هذه ضاعت على من؟ الكرة الماضية على دي غاوديو. شوف المرور من جيرفينيو، قرار من الحكم المساعد الثاني في مباراة اليوم بوجود التسلل على ليش دولاك، يلعب الكرة الآن ستولك بشكل مباشر، نعم بشكل مباشر، تسديدة قوية تصطدم في العارضة، الكرة لليوفي من خلال منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم بعد المباراة الأولى. اشتولاك يلعب المحاولة إلى باريلا في منطقة الجزاء، عرضية بالإضافة إلى أن تلك النتيجة هي أثقل خسارة في تاريخ بارما في الإنيو تارديني هنا في هذا الملعب، كرة ملعوبة في شكل مباشر، لكن حارس المرمى لويجي سيبي يبعد الكرة، والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى رمية التماس قوية بكل القدم اليسرى، عبديو لم تقل خطورة بكرة مرت بجوار القائم تحولت إلى ركلة، تغيير الاتجاه اللعب وصلت إلى كوادرادو، عرضية من الكولومبي في منطقة الجزاء في الجانب المقابل، وصلت الآن بتقدم يأتي لمصلحة برونو، عرضية في منطقة الأولى، ساندرو في المرة الثانية، كعب من ماريو مانجوكيتش، عرضية ألكساندرو يلعبها ميرالين بيانيتش، عرضية من الراسية مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، يوفنتوس يتقدم بهدف ماريو مانجوكيتش. بالمناسبة هدف مانزوكيتش هو أسرع هدف لليوفي في الدوري الإيطالي منذ 5 سنوات تقريبا، أن عاد بالفريق بالتعادل خسر في الشوط الثاني، كرة عرضية في منطقة الجزاء طالت على المحاولة الماضية التي من خلالها كانت تسديدة، كرة يبحث من خلالها عن التسديد الآن، عرضية من ركنية رأسية تأتي خطيرة مرت بجوار القائم، الكرة الماضية شوف الارتقاء عن طريق كريستيانو رونالدو، ركلة جزاء ولا خطأ للمنافس، كرة من ركنية وارتقاء بادل ما بين لاعبين اليوفي خلال اللحظات القليلة الماضية مع كرة عرضية في منطقة الجزاء الجانب المقابل.
كامل في تشكيلة فريق اليوفنتوس. كرة بتسديدة تأتي لكن حارس المرمى تشيزيني يتدخل في اللقطة الماضية ويبعد الكرة والمحاولة الماضية مع تسديدة من خارج منطقة الجزاء في اسكتلندا، قبل ذلك مع كاليري، قبل ذلك مواسم ثلاثة مع فنرباتشا. كرة بعرضية خطيرة، التعديل يأتي، جيرفينيو أخيرا يسجل، يضع بصمته في شباك السيدة راجوز، يعود بالتعادل لمصلحة بارما. فيكتور ديني بارما صعب جدا، صعب جدا، الكروتشيتي يسجل التعادل وبأقدام اللاعب الإيفواري. هنا جيرفينيو في مباراته الخامسة يصنع التعديل الآن، هذه المحاولة في عياله سنتين، أما مستقبله الآن يعود مرة أخرى. 1-1 الآن، لكن هل يأتي الرد بانتظاره؟ كرة عن طريق ألكساندرو، عرضية في منطقة يوفنتوس، هو الآخر أيضا يستمر بنفس الأسماء مع هذه المحاولة في لقطة المصلحة الكولومبي، لمسة على مشارف المنطقة، ميرا لمبيانيتش، تغيير للتجيب الألقاب المتتالية، محاولة تصل إلى كريستيانو، تسديدة لكن تغطية وإبعاد، إمكانيات من أجل أن يسجل. برناردسكي الآن يتقدم، يتوغل، يدخل إلى منطقة الجزاء حق للبوسني أمير لمبيانيتش. الكرة بعد ذلك داخل منطقة الجزاء، لنشاهد التغيير الثاني، ثم بعد ذلك نبحث عن لاعب آخر. كرة في منطقة الجزاء خطيرة وتسديد، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. حذار يا ولد، لو استمرت الأمور بهذه الكيفية وبهذه الطريقة جائزة الأفضل في العالم البالندور في طريق يحفظ الفارق بالنسبة لليوفي، أو في الجانب المقابل كرة بمرور بتقدمه حارس المرمى لويجي سيبي كريستيانو لمصلحة اليوفي عن طريق ماريو مانزوكيتش في منطقة الجزاء. دوغلاس كوستا نسبة لبارما، لكن لازلنا أمام نصف ساعة متبقية قبل نهاية الأحداث. داخل منطقة الجزاء وصلت إلى من؟ إلى كرة، الله 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 الله، يأتي الرد ويسجل بلايز ماتودي بطل العالم من أجل قيادة يوفنتوس من جديد إلى رقم عالمي جديد، وبأقدام اللاعب المتألق الفرنسي بلايز بلايز بلايز. هذه الكرة والمحاولة الماضية وصلت إلى ماتودي، الله على الكعب، تبدأ الحكاية لواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة كوادرادو. عرضية في منطقة الجزاء، أبعدت اللقطة الماضية، يلعبها في الجهة اليسرى إلى كريستيانو في منطقة الجزاء، محاولة خطيرة اللقطة الماضية. 22 الأمور بركلة ركنية ثامنة في المواجهة، خامسة لليوفي، أبعدت اللقطة الماضية، محاولة بكرة مرتدة الآن لمصلحة بارما، الآن يا كريستيانو يعود بالمحاولة الماضية، ميرا لمبيانيتش.